اهلا بحضراتكم. بيني وبينكم انا بقالي تقريبا اسبوع عندي حاله توتر شديده جدا بسبب التوتر اللي حاصل في بحر الصين الجنوبي. وبالمناسبه اي حد فينا لازم يتوتر، اي حد، لانه احنا هنا بنتكلم على توتر في منطقه مهمه جدا بيعدي فيها تقريبا اكتر من 45% من حجم التجاره العالميه. عشان بس نبقى فاهمين الوضع ده معناه ايه، فاهمين الوضع ده معناه ايه، 45% من حجم التجارة العالمية بيعدي في المنطقة دي. إذا لا قدر الله حصل حاجة، هتبقى وقعها أكبر وأعمق وأشرس وأصعب وأقسى من القسوة بكتير من موضوع الحرب بتاع روسيا وأوكرانيا. وعليه لازم العالم يقعد يفكر كويس هنعمل ايه عشان الموضوع اللي هناك ده يهدى. عارف انا لو ليا علاقة ببكين وبواشنطن كان زماني قاعد عمال بعمل جلسات مشتركة ما بين الاتنين واقعد يا جماعة طب هنحل الموضوع ازاي، لازم نهدي من وطأة الحديث والتصريحات والتحركات والاستفزازات المتبادلة. لازم، الوضع ما هوش هين على الاطلاق. انا بقول لك الكلام ده علشان تبقى فاهم يعني ايه اللي بيحصل في الدنيا بيأثر على كل شبر على سطح هذا الكوكب. ما بقاش في حاجة اسمها حرب في اقاصي الارض فانت مالكش دعوة. الاقتصاد العالمي دائما مترابط، دائما مترابط، مترابط كده من امتى؟ من نهاية الستينيات للأسف الشديد. واحيانا بيبقى له ميزات هذا الترابط، لكن عمليا احنا ما بينجرش علينا من ده غير المشاكل. مصر قاعدة عمالة بتشتغل في منظومة عظيمة جدا لإصلاحات هيكلية مهمة جدا للاقتصاد المصري، مش بس الاقتصاد ولكن للواقع المصري بواقعه الاجتماعي والتعليمي والثقافي على كل المناحي وفي كل الزوايا. ما فيش شبر الدولة ما اشتغلتش فيه وما اشتغلتش عليه، لكن احنا فعلا مش عارفين نقيم رأسنا. كل شوية هوب تلاقي خبطة كورونا، هوب تلاقي خبطة الحرب الروسية الأوكرانية. عشان كده أنا بتمنى من ربنا، أنا بجد عندي توتر شديد، بتمنى من ربنا موضوع تايوان ده يخلص في هدوء. إحنا مش ناقصين، ناهينا عن التبعات مش بقى الاقتصادية وغير الاقتصادية، سياسيا وعلى المستوى العام أو أمن الكوكب لو صح التعبير. لو حصل أي توتر عسكري في المنطقة هتبقى مشكلة بجد كبير. لكن خلوني أروح لكم على حاجة بقى مهمة متعلقة بينا إحنا ومتعلقة بدور مصر. بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار تضامن مصر مع الشعب الليبي، الشعب اللي بالفعل شعب شقيق. وطبعا بعد إثر الانفجار اللي حضراتكم أكيد سمعتوا وقريتوا عنه، الانفجار بتاع شاحنة الوقود في إحدى المدن الليبية، وقوع عدد من المصابين ربنا يا رب يشفيهم ويعافيهم، طلعت طيارة نقل عسكرية مجهزة طبيا بأعلى مستوى بتتجه إلى قاعدة بنينة العسكرية في مدينة بنغازي لنقل العشرات من المصابين بحالات حروق مختلفة، طبعا إثر هذا الحادث المؤلم جدا، لتلقي العلاج بمستشفيات القوات المسلحة المصرية تحديدا في الحلمية مستشفى العظام الشهير. وهستأذنكم أنكم تبقوا فاهمين كويس قوي قوي قوي، إن كان هناك دولة تتعامل بأريحية مطلقة مع ليبيا بعيدا عن أي حاجة، بعيدا عن أي طموح أو طمع أو حلم أو مكتسب مادي، فأن دولة الأريحية المطلقة في التعامل الليبي هي مصر. أستأذنكم تشوفوا هذا التقرير. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار تضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق إثر انفجار شاحنة وقود بمدينة بنتبيه ووقوع عدد من المصابين، أقلعت طائرة نقل عسكرية من طراز C-130 مجهزة طبيا من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى قاعدة بنين العسكرية بمدينة بنغازي الليبية لنقل العشرات من المصابين بحالات حروق مختلفة إثر الحادث لتلقي العلاج بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل.
ودفع الأطقم الطبية بالأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة على متن الطائرة، وتم نقل المصابين من قاعدة شرق القاهرة الجوية من خلال عدد من عربات الإسعاف المجهزة طبياً. وقامت إدارة الخدمات الطبية على الفور برفع حالة الاستعداد لمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل. تلقينا امبارح أوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة برفع درجات الاستعداد لاستقبال مصابين من دولة ليبيا الشقيقة، وتلقينا كل الدعم من هيئة إمداد والتموين وإدارة الخدمات الطبية علشان نكون في استقبال أعداد الإصابات الكبيرة. والحمد لله إحنا كنا جاهزين في استقبالهم، استقبلنا الحالات وتم عمل اللازم ليهم وتم تسكين الحالات حسب درجة خطورتها، اللي محتاج الرعاية راح الرعاية، واللي محتاج رعاية متوسطة تم تسكينه في قسم الرعاية المتوسطة. نشكر القوات المسلحة والقيادة السيسي وإدارة المستشفى المقدمونين مع حسن العناية وبارك الله فيهم. نبي نوجه جميع القوات المسلحة بارك الله فيهم، ما قصروش، عظام واجبهم، واستقبال كويس استقبلنا فيه. الحمد لله الأوضاع كلها مستقرة، حتى العينين اللي في الرعاية كلهم الحمد لله من فضل ربنا أوضاعهم مستقرة تماما وبدون أي إصابات فيها تهديد للحياة، رغم ارتفاع نسب الحروق لنسب عالية جدا وحروق عميقة كلها، ولكن الحمد لله الأوضاع كلها مستقرة من فضل ربنا. يأتي الإخلاء الطبي للمصابين تأكيدا على الدور المصري المحوري ومساندة لجهود الدولة الليبية في تجاوز كافة الأزمات التي تواجهها. هذا وتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة عن خالص تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. مصر دايما قوية في كل حالاتها، وقت بص مصر دي في أضعف حالاتها حتى دايما قوية، فما بالك مصر وهي قوية بتعمل إيه؟ ومصر دايما مع الأشقاء في السراء والضراء، مصر ما بتنساش حد وبتقف مع الكل ودايما واقفة مع الكل من زمان ولحد دلوقتي. على كل، خلونا نرجع للشأن الداخلي المصري. والنهاردة اتعمل الاجتماع الرابع لمجلس أمناء الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لمناقشة موضوعات المحور الاقتصادي. توافق المجلس على عدد 7 قضايا في المحور الاقتصادي، أولها أكيد وأبرزها وهو القضية الملحة التضخم وغلاء الأسعار، أيضا قضية الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، كمان أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، الاستثمار الخاص والصناعة والزراعة والأمن الغذائي، وحط بقى الحتة دي تحتها مليون خط، والعدالة الاجتماعية. خلينا ناخد معانا على التليفون الكاتب الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أهلا بك يا أستاذ عماد. أهلا بك يا أستاذ يوسف، تحياتي ليك يا فندم. تحياتنا ليك يا سيادة النائب. أستاذ عماد، يمكن في جلستكم الرابعة وجلساتكم الطويلة المضنية بلا كلل ولا ملل ولا تعب، النهاردة كانت جلسات المحور الاقتصادي، وعرفنا أنكم قسمتوا المحور الاقتصادي لسبع محاور رئيسية. يمكن كلنا نهتم بمحور مهم أو محورين مهمين، أولهم يعني العوام من الناس، أولهم التضخم، وأيضا أولهم صاحب أولوية مسألة العدالة الاجتماعية. نعم، أتفق معك تماما. يعني قد لا يدرك كثيرون في الشارع كلمة تضخم، هو بالنسبة له الموضوع ببساطة الاسعار غير الغلط، يعني بياخدها بالحسبه دي صح. وبالتالي يعني استطيع القول انه هذا المحور او هذه اللجنه الفرعيه من المحور الاقتصادي لم يستغرق اقرارها دقائق قليله. لان في توافق جميعا على انه في مشكله في الاسعار، في اسعار مرتفعه في كل العالم، في مشكله اقتصاديه، في تضخم مستورد ومنعكس عليه محليا.
المقارنه ببقيه اللجان الاخرى السته كان هناك جدل ليس على اهميتها ولكن حول هل تكون قضيه اساسيه او فرعيه او قضيه مرتبطه بقضيه اخرى يمكن دمجها او يمكن فصلها. لكن كان في تاكيد على ان هذه بعد مؤسسات التمرد حوالي ست ساعات، انت تعرف تماما كيف تدير ديا رشوان الجلسات الاردنيه ست وسبع واحيانا 10 ساعات الجلسه من واحده ظهرا حتى الساعه السادسه والنصف تقريبا، ونحن في يعني نقاشات مهمه وعميقه ومحترمه واثريه ووطنيه. يعني الهدف الرئيسي منها كان فعلا الجميع يسعى الى الوصول الى اكبر درجه من التوافق الوطني. الى ان وصلنا الى باب الامان الحمد لله باللجان السبعه التي حضرتك تفضلت بذكرها. طيب هرجع على قضية أنا أظنها مهمة جدا في من ضمن المحاور السبعة الاقتصادية اللي حضراتكم كنتم تتوافقوا عليها النهاردة، وهي قضية الاستثمار والصناعة، لأنها مش منفصلة عن مسألة غلاء الأسعار والتضخم من جهة، وغير منفصلة بطبيعة الحال عن مسألة العدالة الاجتماعية. تناولتم إزاي قضية الاستثمار والصناعة؟ هذه من اللجان التي كان فيها نقاش كثير، بمعنى انه الاستثمار هل هتحطه مع الصناعه ولا هيبقى وحده؟ هل الاستثمار هتحط الاستثمار معوقات الاستثمار ولا تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي؟ فكان في نقاش كثير على هذا الموضوع، طب دور الاستثمارات العامه هل هيبقى مع، الى ان وصلنا الى انه الصناعه تظل لجنه وحدها لانها قضيه في منتهى الاهميه من حيث اولا تشجيع الصناعه، تعميق الصناعه وتوطين الصناعه المحليه، ازاله المعوقات من امام الصناعه المحليه، وفي نفس الوقت تفرد مساحه كبيره للاستثمار العام والخاص، الاستثمارات العامه واولويتها، ثم وهنا مقصود بها طبعا توجيه الاستثمارات الى قطاعات مختلفه، ثم كيف يمكن لك ان تشجع الاستثمار المحلي والاستثمار الاجنبي وتدير كل معوقات امامها. وكما تعلم هذه القضيه بالامانه ليست مشكله او وليده اليوم، هي قضيه طبعًا. يعني انا من سنه سته ابتدائي وانا اسمع عن ضروره ازاله معوقات الاستثمار وتسهيل الاستثمار وقتل الروتين ومحاربه الروتين لكن المهم ان نصل الى يعني ان شاء الله حلول او مخارج. ما فيش حاجه هتتحل بسهوله بالمناسبه في القضايا الاقتصاديه، يمكن لنا ان نتوقع ان يبقى فيه حلول سياسيه سريعه ربما، لكن الاختصاص هيحتاج الى جهد. المهم ان نصل الى توافق عام، وبعد كده ان شاء الله نرفع التصويت الى السيد الرئيس ليتخذ ما يراه ملائما بقرارات او تشريعات. طيب وهذا ما تم التوافق عليه في المحاور السبعه، ماذا عن المختلف عليه؟ لم نختلف على شيء. الله اكبر. يعني اختلفنا على نقاشات على يعني هنحط مثلا الصناعه والزراعه في لجنه ولا دي لجنه ودي لجنه مثلا. مجرد التصنيف النوعي يعني. بالضبط، لكن في النهايه توافقنا. معنى ان يصدر البيان معناها انه كان بالاجماع، لانه النقطه المهمه اللي انا قلت عليها لحضرتك في اخر الاتصال كان هو ما فيش تصويت، في توافق، وده شيء مهم جدا. حلو جدا، انا بشكرك جدا. الاجتماع الجاي امتى صحيح؟ الاجتماع الجاي يوم 27 ان شاء الله، السبت 27. السبت 27 اغسطس. طب مرتقب الحوار يطلع على امتى؟ طيب بص، الجلسة الجاية مهمة لأن هي هتختار المقرر والمقرر المساعد لكل لجنة. حلو. يعني احنا عندنا 15 لجنة فرعية في المحاور الثلاثة. فدول مقرر ومقرر مساعد اثنين، ف 15 ب 30، وفي ثلاث مقررين وثلاث مقررين مساعدين للمحاور الثلاثة، يعني 6 36. دي نقطة مهمة جدا، لأن اختيار ال 36 دول هم اللي هيديروا النقاشات بمساعدة مجلس الأمناء، وبالتالي انا اتصور ان يبقى في جلسه فرعيه والتوافق عليه مهم بين كل مكونات المجلس الامناء وكل مكونات المجتمع المصري المنهمكه في الحوار. وبالتالي انا اظن حسم هذه القضيه، حسم قضيه الامناء والامناء المساعدين او المقرر اسف المقرر والمقرر المساعد ده، يعني امل ان يتم قبل نهايه اغسطس، وبالتالي نقدر ندخل في صلب الحوار مباشره ان شاء الله. طب ايه المعايير اللي هيتم بناء عليها اختيار المقررين والمقررين المساعدين؟ هذا سؤال في منتهى الأهمية، لا أستطيع أن أستبق الإجابة عليه، لأنه ده اللي هيبقى رهن النقاش في الجلسة اللي جاية. أنا أظن بطبيعة الحال إنه يبقى عنده خبرة، رؤية، فهم، توافق عام على، يعني مش هجيب حد يتكلم عن الاستثمار ومش فاهم يعني ايه استثمار،
او حد يتكلم عن التضخم وفهم ايه تضخم وعنده صحيح. رؤيه والجميع يشهد له بيها، دي نقطه مهمه جدا. صحيح صحيح. طب اشكرك جدا 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 الاستاذ عماد الدين حسين كاتبنا الصحفي الكبير رئيس تحرير الشروق عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس امناء الحوار الوطني. اذا نحن جميعا على ميعاد يوم 27 بحيث انه نقدر تكون اتحطت المعايير المختلفه لاختيار، وخد بالك من كلمه المعايير تاني، اتفقنا فيما اتفقنا عليه ان كل حاجه هتحصل في الحوار الوطني منذ لحظته الاولى بإيه؟ بأنها بتتم على مرأة ومسمع من الجميع، ما فيش حاجة مستخبية من اللحظة الأولى، وإحنا بنشوف الحاجات وهي معلنة على الهواء مباشرة. الجلسة كانت تزاع ومبثة بثا مباشرا على القنوات وعلى يوتيوب وعلى فيسبوك وعلى كل حاجة، وبالتالي الطبيعي أنه تتحط معايير دائما للاختيارات. هتتحط المعايير إن شاء الله، وبناء على هذه المعايير يتم اختيار المقررين. يعني يا جماعة بالآخر كده الاختيار ما هوش بالحب، الاختيار بمعايير واضحة، ودي أهم حاجة بتساعد في إيه؟ بتساعد في مسألة إنجاح هذا الحوار الوطني الهام. في ناس كتير تيجي تقول إيه مثلاً، أنا قريت بعض المقالات لبعض الكتاب والأساتذة الكبار اللي أنا أتشرف الحقيقة بصداقتي ليهم وبتتلمذي على إيدين بعضهم كمان، لكن استعجال مسألة إطلاق الحوار ما هياش في مصلحة حد، لأنه بعض المقالات بتتكلم على إيه؟ وأين الحوار الوطني؟ ومتى تنطلق جلسات الحوار الوطني؟ هلموا بنا إلى الحوار الوطني. هو بالمناسبة استعجال الحوار الوطني مش في مصلحة حد، لا في مصلحة المعارضة ولا في مصلحة الموالاة، لا ده له مصلحة ليه مصلحة ولا ده يبقى له مصلحة. غلط غلط، ده لازم كل حاجة تتم بمنتهى الدقة، والحرص كل الحرص على هذه الدقة، علشان لما يطلع الحوار الوطني أو بالأدق يبدأ الحوار الوطني نبقى بنبدأ حوار وطني حقيقي وفعال وعميق ومؤثر يطلع نتائج، أو بالأدق توصيات، هي دي نتائج الحوار، توصيات فعلا خاضعة للتطبيق تصلح لأن تطبق. لكن هنجري بسرعة وهنقلب الموضوع، يبقى لا، يبقى كده الحوار ده بيتعمل علشان ما يخرجش بحاجة. لكن الحوار بالأساس معمول علشان إيه؟ عشان يطلع بشيء. الحوار معمول بالأساس عشان إيه؟ عشان يبقى حوار جاد. الحوار معمول بالأساس عشان إيه؟ عشان يبقى حوار هادف وهداف، ويبقى فيه منه مخرجات لصالح كل بني آدم عايش جوه جمهورية مصر العربية، أو بالأدق كل مواطن مصري عايش فيها أو عايش في المهجر أو بيدرس برة أو بيشتغل في حتة جنبنا إلى آخره. الاستعجال عمره أبدا عمره ما كان بيجيب نتائج. بالراحة بالهداوة، مستعجلين على إيه؟ القيامة مش بكرة، القيامة في علم الله. انطلقت فعاليات العرض الجوي المصري الكوري الجنوبي واللي بينفذ فوق سفح الأهرامات، وده كان بمشاركة فريق الألعاب الجوية الكوري اسمه بلاك إيجلز، هو طبعا من كوريا الجنوبية، فريق الألعاب الجوية المصري اسمه سيلفر ستارز، طبعا إلى جانب فريق طائرات اسمها كانت هيل جازل مصرية، حورس فرق القفز الحر والدلتا من قوات المظلات المصرية. خلونا نشوف تقرير حلو جدا ممتع جدا وجميل، اتفرجوا عليه فعلا هتتبسطوا. لأول مرة على أرض مصر وفوق سفح الأهرامات تلألأت فرقة النجوم الفضية المصرية بعروض جوية متنوعة، ليحلق وسطها فريق النسور السوداء من كوريا الجنوبية بانسجام حركي موسيقي شكلي ضمن عروض بيراميدز إير شو 2022. طبعا هو ما فيش أحلى وأجمل من منطقة الأهرامات، أيقونة السياحة في العالم كله، وكون إن احنا ننظم فعالية مهمة زي دي ما بين مصر وما بين كوريا بتثبت قوة العلاقة ما بين البلدين، قوة التعاون ما بين البلدين، والحقيقة بتثبت كمان اهتمام كوريا
بمصر سياحيا ومصر في كافة المجالات. أعبر عن شكري للحكومة المصرية لسماحها بمشاركة كوريا الجنوبية لعروضها الجوية على سفح الأهرامات. أرى أن العرض الجوي بين القوات المصرية وكوريا الجنوبية سيساعد على تكوين العلاقات بين البلدين، وهذا العرض سيكون نقطة انطلاق لتنمية العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية سواء في المجال العسكري أو القوات الجوية. العروض بدأت بمناورات للسرعة والتوازن، وتزينت خلالها الطائرات بأعلام البلدين، تلتها بعد ذلك تشكيلات وتحركات جوية فنية، تبعهم عروض بأدخنة ملونة تشد الناظرين، وشاركهم في العرض عدد من رجال قوات المظلات المصرية ليضعوا بصمتهم الخاصة بعروض الخفاش الطائر والسقوط الحر. العرض حلو قوي، وحاسة بفخر كده، وحاسة قد إيه القوات الجوية يعني شغالة، وفي حاجة كويسة قوي النهاردة، يعني أنا حاسة أن أنا مبسوطة بصراحة. حاجة ممتعة جدا وحاجة ممتازة جدا، ما كنتش يعني شيء جميل ومشرف جدا لقواتنا. هو جميل بصراحة، يعني سواء السيلفر ستار أو البلاك إيجلز، هما الاثنين كانوا حاجة يعني عظيمة جدا. وبعد كده الرجالة بتاعت المظلات ما شاء الله عليهم برضو، وعرض المعدة دلتا دي برضو، فالعرض كله كان ممتاز بصراحة، والتوقيتات ممتازة، والجو العام ومع الهرم بقى والشكل وكده، فكانت حاجة عظيمة جدا يعني بصراحة. المناورات الجوية المصرية والكورية الجنوبية ظهرت في انسجام تام مع المعزوفات الوطنية والمقطوعات الموسيقية المصحوبة بحركات إيقاعية لتعبر عن العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتحت لها أبوابا تعاونية جديدة في مجالات متنوعة ومنها العسكرية والجوية. فرق من الأفضل في العالم زينت سماء الأهرامات بتشكيلات وألوان أبهرت العيون بعروض جوية خاصة لا تعبر فقط عن مهارات فريدة، بل تؤكد على عمق العلاقات المصرية الكورية الجنوبية. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. أهلا بيكم، عاملين إيه؟ مش عارف، عندي فكرتين كده. خلينا في الفكرة الأولى. الفكرة التانية هي خاصة بي أنا بصراحة، متعلقة بعيد ميلاد أبويا الله يرحمه، عيد ميلاده النهاردة، مصطفى الحسيني الله يرحمه، الشهير بالبارون، كان الكاتب والأديب العظيم علاء الديب الله يرحمه، هو أول من أطلق على أبويا لقب البارون. بارون شيوعي. أبويا ده كان حاجة تانية خالص، وفكروني أحكي لكم عليه لو لسه عندنا وقت. الله يرحمه. كده أبويا عنده 88 سنة. خلونا نروح لموضوع توت عنخ آمون، ونبقى نحكي عن مصطفى الحسيني وآخر مؤلفاته مصر على حافة المجهول، بس بعدين. لأول مرة وفي أكتوبر الجاي هيتم الإعلان عن سبب وفاة توت عنخ آمون. هيبقى في مؤتمر عالمي مهم جدا هتعقده وزارة الآثار، وبمشاركة 40 عالم آثار من مختلف دول العالم. كل الناس هتتكلم في هذا الموضوع. معانا على التليفون دكتور علي أبو تشيش، خبير الآثار المصرية وعضو اتحاد الآثريين. أهلا بيك يا فندم. ألو، الخط قطع. إيه الحظ ده؟ وكأن هذا الحظ أتى عشان أتذكر معاكم إذا سمحتولي 88 سنة عمر الأستاذ الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى الحسيني. بعيدا عن كونه أبويا أو أبو العبد لله، مصطفى الحسيني درس القانون الذي تحول إلى الاشتراكية وكأنها فطرته الحقيقية والسليمة، فيصبح واحد من الجيل الذهبي للصحافة المصرية، واحد من الجيل الذهبي لروزا اليوسف، يدخل لروزا اليوسف على إيد الأستاذ بهاء ويتتلمذ على إيديه. مصطفى اللي يشارك في ثورة اليمن ويشارك في حركة فتح لتحرير الأرض العربية. مصطفى اللي ما كتبش مقال وخيب. مصطفى يكتب المقال ولو من قبل الواقعة بسنة، تجد الواقعة حاضرة قدام عينك. مصطفى لما ألف مصر على حافة المجهول، بعدها بكتير تم نشر الكتاب،
وبعد نشر الكتاب بكتير تحصل 2011. بس المسألة مش في كده، المسألة في مين هو مصطفى الحسيني. حدوتة يجي يوم وتتحكي، أو يجي وقت في الحلقة لو لسه في وقت في الحلقة، يعني بعيدا عن فقراتنا. ما مش عايز شخصا المسألة، بس أنا فعلا مهمة عندي أنكم تقروا مقالات هذا الرجل ومؤلفاته، وكان من ضمنها مؤلف مهم جدا اسمه حيرة عربي وحيرة يهودي، أتمنى أنكم تقروه، إذا مات الموت، وده كتاب مهم قوي قوي يعني. خلوني أروح للدكتور علي أبو تشيش، خبير الأثار المصرية وعضو الاتحاد أو عضو اتحاد الأثريين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا دكتور. إزاي الصحة؟ أهلا المشاهدين. ربنا يخليك يا فندم. رب. كله في التمام. ربنا يخليك يا فندم. يبقى الله على الوالد. الله يخليك، الله يحفظك، ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا فندم. مهم، يبقى توت عنخ آمون دائما هو واحد من الألغاز المصرية المهمة جدا. لغز لأنه تبقى المقبرة التي لم تنهب ولم يستطع أحد الاقتراب منها، ولغز تاني على أنه أهم كنز موجود معروف من كنوز المصريين القدماء، ويبقى لغز الوفاة محيرا إلى أن يأتي المؤتمر العالمي في أكتوبر. ولكن إزاي يقدر العلماء يصلوا إلى سبب الوفاة، وإيه اللي خلاهم ما يعرفوش يوصلوا لهذا السبب منذ اكتشاف المقبرة والمومياء من وقت هوارد كارتر في عشرينيات القرن العشرين لحد النهاردة؟ 100 سنة تقريبا ويزيد، ولا تقريبا 100 سنة. طبعا يا فندم، زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان توت عنخ آمون ما فيش حد في العالم ما يعرفش الفرعون الذهبي اللي المقبرة بتاعته اكتشفت في 4 سبتمبر 1922 على يد هوارد كارتر بتمويل من اللورد كارنافون. ويصادف ان السنه دي زي ما حضرتك تفضلت وقلت من شويه ان دي الذكرى المئويه لاكتشاف مقبره الملك توت عنخ آمون، و200 سنه على اكتشاف علم المصريات. فالدوله المصريه بقياده الدكتور خالد العناني والدكتور زاهي حواس وزير الاثار السابق والدكتور خالد العناني عاملين مؤتمر عالمي بيضم 40 عالم ليناقشوا اللي هو كنوز توت عنخ آمون واسراره. اللي هيحصل بقى الجديد ان هم يعملوا دي ان ايه واكس راي على الموميا بتاعته. زي ما حضرتك كنت عارف سالت سؤال مهم جدا، ليه من زمان ما عملوش كده؟ لان الموميا كانت بحاله مش جيده، فما الترميم اشتغل عليها بدات الموميا تبقى بحاله كويسه، فالاكس راي والدي ان ايه هيشتغلوا عليها ان شاء الله، وهتظهر النتائج في شهر 10 ان شاء الله ازاي مات توت عنخ آمون. لان اكتشاف المقبره دي كل العالم بيجهز دلوقتي للاحتفال بمرور 100 سنه. الاقصر هيتم فيها احتفال عالمي، هيكون في اوبرا اسمها توت، اوبرا توت عنخ آمون، دكتور زاهي حواس كاتبها، شغالين مع الجانب الايطالي دلوقتي، وان شاء الله تتعرض في الذكرى المئويه لاكتشاف المقبره دي. فده هيبقى حدث مبهر للعالم اجمع، حدث مهم، حدث ثقافي سياحي بيرجح قوه مصر الثقافيه والسياحيه على الخريطه العالميه مره ثانيه. طيب، من الفرعون الذهبي او الفرعون الصغير كما يطلق عليه البعض ايضا، يعني هنا ده بيخليني اقعد اسال، هل من الوارد، وهنا احنا بنتكلم مع حضرتك كواحد من اهم الخبراء والاثريين، يعني ان احنا نجد مقابر اخرى لملوك اخرين وملكات اخريات برضو في نفس حاله الفرعون الذهبي او الفرعون الصغير، يعني نجدها غير منهوبه؟ يعني هو صعب قوي، سؤال مهم جدا يعني بحيي حضرتك، بس صعب قوي. يعني احنا شغالين في سقاره في دعش الدكتور زاهي حواس، شغالين اكتشفنا يعني معبد جنزي واكتشفنا برديات، لكن عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، ان لصوص المقابر من ايام زمان كانت بتنهب القبور دي. النهب ما كانش عشان يبيعوا الحاجات دي، لا هو كان عايز ياخد المقتنيات دي ويحطها في المقبره عشان يبعث مره اخرى ويعيش في الجنه في حقول الاياره، لان التحنيط كان هو الحاجة الوحيدة اللي بتحافظ على الجسد عشان الروح ترجع له مرة أخرى فيبعث ويدخل حقول الجنة اللي هو حقول الأيار. فعشان إحنا نكتشف مقبرة كاملة موجودة من آلاف السنين وما تنهبتش، موضوع صعب قوي. بس إحنا دلوقتي في سقارة بندور برضه على مقبرة أم حتب المهندس المعماري اللي بنى الهرم، لكن في الأقصر هي وادي الملوك والعاصمة الذهبية طيبة زي ما حضرتك عارف. مهم جدا ان احنا نلاقي، ممكن ندور نلاقي مقبره نفرتيتي، ممكن نلاقي عنخ إتن آمون زوجة توت عنخ آمون، هتدينا اسرار كتير. هل الملك ده اتقتل؟ هل الملك ده ايه اللي حصل بعد وفاته، بعد الحيثيين وباء الطاعون لما دخل مصر؟ هل ايه اللي حصل بعد ما الارمله اتقتلت والملك الحيثيين بعد زناينته
وقتلوا حور محب على حدود مصر، وبعد كده الجيش مسك البلد عشان يحميها ويرجع لها الأمان. كل التفاصيل دي مهمة جدا، لكن الاكتشافات الحديثة والاكتشافات اللي دلوقتي بقت بيدين مصر ايادي مصريه خالصه طبعا. مهم جدا. احنا بنكتشف اثارنا دلوقتي يا دكتور يوسف، زي ما حضرتك عارف ما عندناش اجانب، يعني البعثات الاجنبيه. انا شفت البعثه اللي شغاله في الهرم واكتشاف مقبره وحتي، وشفت الحقيقه يعني انا شفتها وتابعت الفيلم من الالف الى الياء، انا شفته 3 مرات فيلم سقاره. وفي بقى حضرتك بقى فيلم جديد برضو معمول على اكتشافات الاثريه برضو، نفس القناه دي عامله الفيلم ده، هيتزع قريب على كنوز سقارة على الاكتشافات الجديدة اللي احنا عملناها. الدكتور وزير والدكتور زاهي حواس عملت اكتشافات رهيبة هتبهر العالم أجمع. كل ده مهم، لكن اكتشافات زي ما حضرتك بتقول مقبرة كاملة أعتقد إنها صعبة قوي قوي قوي، لأن مقبرة توت عنخ آمون الرديم بتاع مقبرة رمسيس السادس والعمال بتشيله حطوه على مدخل المقبرة من غير ما يعرفه، فالمقبرة اختفت لآلاف السنين لحد الطفل حسين عبد الرسول المكتشف الحقيقي للمقبرة. هو بيجيب المية للعمال، لقى السلمة الأولى، وكارتر أعلن أنه اكتشف مقبرة كاملة لم يمسها اللصوص بالختم بتاعها. والله كانوا هم اللصوص بصراحة مش كده ولا طبعا طبعا عارف يا دكتور، أنا ساعات أنا مش من أنصار نظريات المؤامرة، بس أنا أصبح في عندي شكل كده من أشكال التوجه، لأنه هم عندهم تعمد حقيقي إلى إخفاء وطمس تراثنا وأثرنا وحضارتنا المصرية القديمة بالتحديد، وإن هم اكتشفوا حاجات ولم يفصحوا عنها، مش بس اتنهبت وطلعت على أوروبا وكندا ومش عارف إيه، لأ يعني هم اكتشفوا حاجات أظنها متعلقة ممكن يكون بالتحنيط، ممكن يكون بسر بناء الأهرامات، وما بيقولوش. هم فعلا يعني علم المصريات زي ما حضرتك عارف اتولد يعني على ايد الاجانب، على ايد الحملة الفرنسية. يعني انا من خلال حضرتك بقول ان الفضل في تعليم المصريين للدكتور زاهي حواس ان هو اللي درب الاثريين، هو اللي عمل مدارس للحفاير. بدات المصريين انا اسف ما تشيلش الشنطه الى اجنبي، بقى في بعثات مصريه خالصه زي ما حضرتك رحت وشفت واحد في سقاره، وان شاء الله قريب تيجي وتصور بنفسك الحاجات الجديده اللي تبهر العالم ان شاء الله تنورنا. لكن المصريين هم دلوقتي بدوا يشتغلوا. دلوقتي حضرتك بتقارن بين البعثات المصريه وكل الاكتشافات اللي بتيجي لحضرتك وبتشوفها مصريه، البعثات الاجنبيه برضه ما بقتش، لان المصري القديم هو الوحيد اللي عارف الجينات بتاعته وشغال عليها. لكن هم فعلا طمسوا حاجات كتير، ممكن يكون اخفوا حاجات كتير، لكن الاكتشافات والحفائر اللي هي شهاده هذا الاثر، لما الاثر يتولد على ايدك، المرممين المصريين شغالين ازاي، المتاحف اللي بتحوي الاثار دي كلها، كل ده من نتائج المصريين اللي هم شغالين بايدهم. فكل الاكتشافات دي مهمه جدا للتاريخ، مهمه جدا للحضاره، وان شاء الله في اكتوبر حضرتك هتشوف حاجات مذهله، 40 عالم اثار بيناقشوا توت عنخ امون، الاكس راي والدي ان ايه هيطلع ازاي توت عنخ امون مات، نفرتيتي شغالين عليها، شغالين على عنخ اتن امون، كل الحاجات دي بفريق مصري وبعثات مصريه كامله هي اللي بتطلع الشغل ده. فان شاء الله هيبقى حاجات مبهره جدا في اكتوبر، وبعد كده سبتمبر احتفالا بقى ب 100 سنه على الملك توت عنخ امون باذن الله. انا بشكرك جدا جدا جدا، كل الشكر للدكتور علي ابو تشيش خبير الاثار المصريه وعضو اتحاد الاثريين. يمكن على دي كان في السريع كده، انا فاكر كنت شفت كذا فيديو على مساله ابحاث اتعملت بره، ازاي قدروا ان هم ياخدوا صوره او تجسيد بالثري دي للحنجره بتاعه بعض المومياوات، وانه بيقدروا عن طريق ثري دي او الصوره او التشكيل بتاع ثري دي ده يقدروا يعملوا حاجه اقرب الى بسميها حنجره افتراضيه او حاجه زي كده، فيجيب لك الصوت، حلو، صوت الملك مثلا او صاحب المومياء. خد بالك بقى من اللي انا عايز افكر فيه معاكم بصوت عالي، هو لو التكنولوجيا دي احنا نعرف نعملها او معممه الاستخدام في النطاقات المتعلقه بالبحث وما الى ذلك، يعني هل من الوارد ان احنا نعمل ده عندنا هنا في المتحف المصري الكبير، فيبقى كل ملك يحكي حكايته بصوته عن طريق التكنولوجيا دي؟ دي تبقى حلوة حلوة، ده تجيب كم فلوس يا دين النبي. تخيل كده تخش مثلا قاعة توت عنخ أمون، فتسمع حدوتة توت عنخ أمون وصولا إلى كيف مات بصوته بالتكنولوجي. ما احنا أظن في كتير مننا شافوا الفيديوز دي وقروا عن الأبحاث دي وما إلى ذلك. تخيل يعني
أو غيرها بقى من المومياوات اللي موجودة وإحنا عندنا عدد لا بأس به، حدث ولا حرج. فاللي تاريخه معروف هيحكي بصوته. عظمة التكنولوجيا، مش نقعد نهبد ولا نهبد على فيسبوك وتويتر وإنستجرام وتيك توك. هنا بقى ده الاستخدام السليم بتاع التكنولوجيا، مش استخدام سطحي وعبيط. على كل، بفكر معاكم بصوت عالي، وبفكر يمكن حتى أتمنى أن صوتي يوصل لفخامة الرئيس، لو أنه ده ينفع فندم حضرتك وجه بأنه إزاي نقدر نجلب التكنولوجيا دي، أو أن احنا نعمل حاجة زيها عندنا، ويبقى ده جزء من الأجزاء اللي تبقى معروفة عن المتحف المصري الكبير اللي بإذن الله يا رب يا رب في القريب يتم افتتاحه حين الانتهاء من كل حاجة متعلقة به، فيبقى المتحف اللي المومياوات المصرية فيه بتتكلم. انتم متخيلين؟ انا حاسس ان انا عيني بتلمع وانا بتكلم، يعني انا سامع الصوت في وداني. طيب خلينا هنا نروح على مصادقة سيادة الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 157 لسنة 2022. طيب بشأن ايه؟ بشأن تعديل بعض احكام قانون انشاء صندوق دعم الاشخاص ذوي الإعاقة. ده اسم الصندوق سابقا بقانون رقم 200 لسنة 2020. حصل تغيير. طيب خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور إيمان كريم، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أو قل ما بين قوسين قادرون بامتياز. أهلا بك يا دكتور إيمان. أهلا وسهلا، إزاي حضرتك؟ أهلا بحضرتك، إيه الأحوال؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. وتغير اسم الصندوق من هنا ورايح؟ الصندوق بقى اسمه قادرون باختلاف، ولكن داخل القانون كل البنود بتاعته وكل الاختصاصات بتحتفظ طبعا بالمسمى الاشخاص ذوي الاعاقه علشان التوصيف الدقيق. بالظبط، لان دي الاتفاقيه الدوليه طبعا اللي احنا صدقنا عليها، فاحنا ملتزمين بيها لصالح الاشخاص ذوي الاعاقه وحقوقهم، يعني عشان نحصل على حقوق يعني. طيب ايه التعديلات اللي صدرت على هذا القانون، او تعديل احكام هذا القانون تحديدا؟ هو التعديل اللي انا بشوفه هو اكبر مكتسب، وهو ان الصندوق اصبح تحت رئاسه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو رئيس مجلس الامناء، وده انا بشوفه مكسب سياسي وبعد سياسي هام جدا، ويدل على ان الدعم بيجي مباشر من القياده السياسيه، وده معناه ان احنا هنقفز خطوات كبيره جدا فيه من الاستفاده من هذا الصندوق. صندوق تم طبعا انشاؤه رسميا بقرار من بإصدار القانون في مجلس النواب امبارح، واحنا طبعا المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه اللي انا امثله الحقيقه اكثر الناس سعاده بهذا القانون، لان احنا من بدايه اعلان الرئيس السنه اللي فاتت في الاحتفاليه في اليوم العالمي للاعاقه بانشاء الصندوق، واحنا بنعكف على وجودنا مع مجلس النواب علشان اجراءات اصدار القانون. احنا كنا موجودين في كل المراحل، والحقيقه احنا شايفين ان ده انجاز كبير جدا. لازم المجلس يتابع اختصاص الصندوق وتفعيلها بالفعل. ولو عايز حضرتك تعرف بقى ايه الخدمات اللي طبعا ممكن يتلقاها الاشخاص ذوي الاعاقه من هذا الصندوق، فاقول لحضرتك كده سريعا. هو الصندوق بيمول بناء وتشغيل مستشفيات ووحدات مراكز الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة. كمان هو بيمول برامج التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف ويندمجوا في المجتمع، وبيوفر ليهم برامج للتدريب المهني. كمان هو يعني مهم جدا اللي أنا عايز أقوله، إن هو بيغطي التكاليف التقارير الطبية اللازمة عشان أصلا تصدر البطاقة الخدمات المتكاملة للحصول على الخدمات دي والحصول على حقوقه والقانون بتاعه. ف
كمان الصندوق لازم يعني نقول ان هو بيدي فرصه للاشخاص ذوي الاعاقه في الحق في العمل بشكل تفعيلي، لانه هو بيعمل يعني بيساعدهم على توفير الفرص العمل مع الجهات المختلفه. والجزء المهم جدا ان هو بيدعم مشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر اللي ليها مردود طبعا اقتصادي. لازم نعرف ان الاشخاص ذوي الاعاقه هم يعني من الاصل مش بس ان هم بيتم دعمهم في حمايه اجتماعيه، ولكن ايضا هم ليهم دور كبير جدا في العمل وهم شركاء في الوطن. فيعني لازم نديهم الفرصه عشان يتمكنوا اقتصاديا ويتمكنوا من ان هم يساهموا في اقتصاد البلد، يعني هم شريك مهم جدا في التنميه. كمان الصندوق بيديهم قاعده، يعني بيوسع قاعده بتاعه ممارسه الانشطه الرياضيه الثقافيه والاجتماعيه، وده دور مهم جدا لان الرياضه ليها مردود ايجابي جدا على صحه الاشخاص ذوي الاعاقه، الى جانب طبعا مشاركتهم ودمجهم في المجتمع، وبيعمل رعايه كبيره للمتفوقين والموهوبين منهم. وده طبعا كان واضح جدا في كل احتفاليه في القدرات والمهارات والمواهب بتاعه الاشخاص ذوي الاعاقه. كمان هو بيساعد على نشر الوعي المجتمعي بحقوقهم، فهو بينفذ البرامج او الندوات والمؤتمرات اللي بتدعو لنشر الوعي المجتمعي. انا شايف ان هو تحدي كبير جدا الحقيقه، لان احنا عندنا قوانين، ولكن احنا لازم نعمل توعيه للاشخاص نفسهم اللي عندهم اعاقات بحقوقهم، الى جانب كمان احنا نعمل توعيه للمجتمع علشان يحترم هذه الحقوق ويتوقف عن انتهاكها. هايل هايل هايل. يعني بعض الاختصاصات، يعني انا بشوف برضو ان الريس كمان اعلن، حضرتك عارف اللي هو المصنع لصناعه الاجهزه التعويضيه، فالصندوق الحقيقه بيدعم هذا المصنع، وده طبعا يعني انا بشوفه انجاز كبير جدا. طب دكتور ايمان، انا يعني بقدر ما انا سعيد جدا بهذا الكلام، بقدر ما انا عايز انه تنورينا وتشرفينا في الاستوديو، ويمكن ابرز نقطتين انا عايز اتكلم عليهم، مساله مساعده الصندوق لاهالينا دول علشان خاطر يحصل عمليه تكيف واندماج مع المجتمع، دي اول اهم نقطه. والنقطه الثانيه هي مساله ازاي الصندوق بيقدر يساعد في ان هم يحصلوا في حقهم على العمل، بعيدا عن النسب اللي كانت بتتحط فيه قوانين قديمه وما كانش ليها فايده الحقيقه، وكان بيتم التحايل عليها دائما وابدا. مهم جدا زي ما قلتي انه نؤكد انه كل اهالينا من القادرين باختلاف، هم وابنائنا واصدقائنا واخواتنا واخواتنا، هم جزء لا يتجزأ من اقتصاد هذا الوطن، وقادرين دائما على العطاء. فلازم تنورينا وتشرفينا قريب جدا 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 في هذا البرنامج وفي هذا الاستوديو. كل الشكر ليك دكتور إيمان كريم، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أو ما بين قوسين قادرون باختلاف. فاكرين تحضر للأخضر أو اتحضر للأخضر؟ وهنا دي جملة ليها أكتر من منطوق، يعني تقدر تعتبرها تحضر جاية من الحضارة، فالذهاب إلى الأخضر هو جزء من التحضر. وتحضر أي استعد، مبادرة مصرية للتعامل مع تغيرات المناخ، خطر الانبعاثات الحرارية اللي بيضرب هذا الكوكب الأزرق، ونتمنى أنه يظل أزرق. هستأذنكم، عندنا تقدر تشوف زي فيديو تصور احنا ممكن يحصل لنا ايه لو أزمة المناخ تفاقمت وتطورت الى الأسوأ. تخيل عيشتنا هتبقى عاملة ازاي. شوف ده مش طبيعي. صباح الخير يا عم ميلاد. وده مش طبيعي. ايوه البلالين، ايوه غزل البنات يا استاذ. ده مش طبيعي. ودي بقى اسمها مانجا. واو، جبتوا أكلها قبل كده؟ وده مش طبيعي.
كل ده ما بقاش بعيد إنه يحصل بسبب تغير المناخ. بس الأول، إيه هو تغير المناخ؟ ببساطة، تغير المناخ هو إن درجة الحرارة بتزيد قوي وتقل قوي من كتر الانبعاثات اللي طلعت نتيجة تصرفنا الغلط على الكوكب، واللي بيغير درجات الحرارة في الفصول المختلفة، وارتفاع منسوب المية، حتى التربة نشفت وأكلات بنحبها بتختفي. بس مصر ابتدت تواجه تغير المناخ بمشروعاتها وإنجازاتها اللي بتحافظ على البيئة، منها محطات الطاقة الشمسية، وسائل النقل اللي بتقلل الانبعاثات، بدأنا ندور المخلفات ومعالجة المية علشان نعيد استخدامها، وطرق تانية كتير. دلوقتي جي دورك ترجع الطبيعة لطبيعتها. اتحضر للأخضر، مبادرة رئيس الجمهورية لنشر الوعي البيئي، حملة اتحضر للأخضر من وزارة البيئة. والسنة دي مصر بتستضيف الدورة 27 لمؤتمر تغير المناخ COP27. طيب، اتفرجتوا على الفيديو؟ على رأي عمرو زكريا مخرجنا الرائع والهمام، بس عمرو أخويا يعني، من غير أوصاف كتير، قال لي فيديو حلو 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 ورائع. احنا معنا على تليفون دكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. أهلا 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 يا دكتور. أهلا يا دكتور يوسف، ازاي الصحة؟ كله تمام؟ عجبك الإعلام؟ جدا، عجبنا كلنا بصراحة. طب الحمد لله. والله بتكلم بجد. والله لا والله حقيقي يا رب. انا عايز اعرف بقى، احنا اتحضر للاخضر ولا رجع الطبيعه لطبيعتها؟ بص، اتحضر للاخضر هي كانت بدايتها من سنتين دكتور يوسف، لما وجه فخامه رئيس الجمهوريه ان في دور للحكومه انها توعي المواطنين، ودايما كنت كل المداخلات وكل الاراء بتقول طب احنا بنشتغل على البيئه، والبيئه مش شرط من الرفاهيه بس، الناس مش حاسه بالبيئه، مش حاسه باهميتها. فكانت دي المبادره، مبادرة رئيس الجمهورية تحضر للأخضر، تحتيها مجموعة من المبادرات اللي بتركز على موضوعات فنية بعينها. يعني إيه؟ لما بدأنا مبادرة تحضر للأخضر كنا بنتكلم على كلام في العموم، البيئة مهمة في حياتنا، حافظ على مواردك الطبيعية، البيئة متكونة من مية، من هواء، من تربة وما إلى آخر. وبعدين ابتدينا ننزل بكامبينز صغيرة على موضوعات بعينها، زي لما ابتدأنا الفكرة بتاع تدوير المخلفات الإلكترونية واللي تعاوننا فيها مع شركات الاتصالات، وسمينا الكامبين دي وقتها إيه تدوير، إيه جاية من كلمة إلكترونيك إلكترونيات يعني، وبندي قسائم بالخفض للمواطنين وما إلى آخره. وبعدين نزلنا بالمبادرة، أنت برضو اشتغلت معايا في القصة دي وبرضو عملت انترفيو، الحملة بتاعت أكو إيجر. أيوة. اللي كنا بنتكلم على المحميات الطبيعية، وإحنا عندنا 13 مقصد سياحي، ومعناها إيه أكو إيجر وبنروج ليه. التالتة بقى اللي هي رجع الطبيعة لطبيعتها، الإعلان اللي انت شفته ده احنا يمكن قعدنا 4 شهور نشتغل عليه، لأن المصطلح بتاع تغير المناخ الحقيقة مصطلح تقيل. يعني هو طبعا معظم مصطلحات البيئة مصطلحات ثقيلة، بس فكرة تغير المناخ ان احنا ازاي نوصله في اقل من دقيقة الناس انها تشوفه بطريقة فيجوال، وفي نفس الوقت يوصل لها ويبقى مرتبط بحياتها. عشان كده الاعلان طلع كده، وسعيدة الحقيقة حلو أنه هو عجبكم يعني حقيقة. لا بجد حلو حلو يعني. طب هنا 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 دكتور، يعني احنا محتاجين ان الناس يرتفع جدا 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 معدل وعيها بخطورة التغيرات البيئية. عايزين نرفع وعي الناس قدر الإمكان بمسألة رجع الطبيعة لطبيعتها. إيه هي البرامج اللي بنشتغل عليها في الوزارة علشان نوصل لده؟ إحنا عندنا 4 أدوات الحقيقة، وأربع برامج بنشتغل بيها. أول حاجة حملة إعلامية قوية. حلو. بتبدأ بإعلانات، نفس الإعلان ده هتلاقيه موجود دلوقتي على كل الشاشات الإلكترونية في الميادين العامة، مش فقط في التلفزيون أو ما بين المسلسلات، موجود على السوشيال ميديا. نمرة 2، الإعلان ده على فكرة ليه كذا جزء، يعني إحنا لو تلاحظ الرسالة اللي موجودة في الدقيقة دي هي بتحكي يعني إيه تغير مناخ، وبتقول صح. الدولة عملت إيه. الإعلان اللي بعده، طب أنت دورك كمواطن إيه؟ طب الدور ده ازاي تقدر ان انت تنفذه، لغايه ما نوصل بان مصر بتستضيف قمه المناخ. لان كانت الفكره برضو احنا ما كناش عايزين ننزل باعلان او حمله اعلاميه نقول للناس مصر بتستضيف تغير قمه تغير المناخ، والناس مش فاهمه يعني ايه تغير مناخ وايه علاقته بحياتها.
لانه بالنسبه لنا مش مجرد ايفنت عالمي وبننظمه وبنستضيفه، المساله اكبر من كده بكتير. بالضبط. فده كانت اول اداه حمله اعلاميه. ثاني اداه حوار وطني، ان احنا اطلقنا اول حوار وطني للمناخ في شهر ابريل الماضي، بنلف محافظات الجمهوريه. هذا الحوار الوطني كان منقسم قسمين. القسم الاول التوعيه، بننزل المحافظات وزي ما صوابعك مش زي بعضها، محافظات مش زي بعضها طبعا، والمشاكل مختلفه وتاثير تغير المناخ مختلف. ما ينفعش اجي على محافظه صناعيه مثلا وفي انبعاثات، وده بنسميه في لغه تغير مناخ تخفيف، قارنها بمحافظه شاطئيه. انت فاهم انا الوضع مختلف تماما طبعا. اوكي، وده التكيف. فابتدينا نعمل التوعيه. الجزء الثاني من سبتمبر بقى من الحوار الوطني، طب انا وعيت وابتديت اشرح للناس محافظتهم عامله ايه وعلاقتها بتغير المناخ، وده بيشوفوه ازاي في حياتهم. طب ابتدي بقى اسمع منهم الافكار واخد الاراء، وده برضو نصل بيه لقمه المناخ. ليه؟ عشان يوم لما تبقى قمه المناخ عندنا ما تبقاش شرم الشيخ بس هي المستضيفه، يبقى فيه المحافظات كلها فاهمه يعني ايه اللي احنا بنعمله في شرم الشيخ وعلاقته بحياتهم وليه هو مهم. اخر حاجه ودي مهمه جدا، معظم الدول اللي اشتغلت على استضافه قمه المناخ حصل تحول جذري في طريق بالذات الدول الناميه في طريقه التفكير والمناخ الداعم وسلوك المواطنين لما المؤتمر ده جه عندها. فاحنا لازم ان احنا نستغل ده. انت صح، بتتكلم على مؤتمر كبير جدا وهناك فئه معينه شايفه اهميته دوليا ودور مصر الريادي في افريقيا والمكاسب اللي ممكن ناخدها، لكن على مستوى المواطن العادي هو لازم ده يحدث تغيير عنده في شخصيته. عشان كده كان الاعلان واحنا عاملينه قعدنا نفكر فيه كتير جدا بالكرياتيفيتي اللي فيه، ان هو لازم يبقى شق، يعني لازم يجي لك خضه كده. يعني حتى في ناس لما كنا بنعمل تقييم للاعلان قبل ما ننزله، في ناس قالوا لي لا الا المانجا، محدش يقرب المانجا، المانجا كلنا بنحبها. انت فاهم انا قصدي ايه؟ ايوه. فهي دي الفكره، ان احنا فعلا وجود هذا المؤتمر لدينا لازم يكون فيه نقله نوعيه لدى المجتمع المصري اللي احنا كنا هنعديه في 10 سنين، نحاول قدر المستطاع ان نعديه في السنه او السنه ونص اللي احنا رؤساء فيها لهذا المؤتمر. طيب بما ان احنا بنحضر بقى خلاص، ده نوفمبر ده يعني غالبا امبارح مش بكره ولا الشهر الجاي، خلاويص كده، احنا جاهزين مستعدين لكل حاجه؟ احنا مستعدين الحقيقه، وطبعا بيبقى فيه زي ما هذا المؤتمر كبير ولم يحدث في تاريخ مصر، ان بيبقى فيه دروس مستفاده، ممكن تلاقي تحديات، الموضوع مش بالسهوله دي، ولكن كلنا الحقيقه بنشتغل على ده. النهارده كنا انا والسيد رئيس المؤتمر وزير الخارجيه مع دوله رئيس الوزراء بنحكي الترتيبات اللوجستيه الاخيره وايه الحاجات اللي امامنا، وفي قرارات محتاجين ان احنا ناخدها في امتداد المنطقه الزرقاء، طلبات الدول للاجنحه، يعني اللود عمال بيكتر. ولكن ان شاء الله ربنا مقدرنا ان كل الدوله واقفه بكل اجهزتها المعنيه عشان التنظيم واخراج هذا المؤتمر بالصوره التي تليق بمصر وتليق بالجمهوريه الجديده. طيب انا هسال سؤال، انه وارد جدا لما هيجي المؤتمر ونبدا نستضيف شرم الشيخ هيحصل حاجتين، اول حاجه منهم هو استباق المواطن المصري نفسه، هيسال طب يا جماعه احنا كدوله عملنا ايه علشان نقدر نواجه هذه التغيرات المناخيه؟ يا جماعه الوزاره عملت ايه؟ الوزارات المعنيه يا ترى خدتوا اجراءات ولا ما خدتوش؟ وده هيبقى ايضا جدل دائر جوه المؤتمر بقى في الورش المختلفه والاجتماعات وصالات او قاعات الاجتماع، ومصر عملت ايه؟ عملنا ايه لحد دلوقتي يا دكتور؟ على المستوى الفني احنا عملنا كتير قوي. دكتور يوسف لو تفتكر احنا في اخر مداخله لما صدمتك بالرقم بتاع ان مصر انبعاثاتها اقل من 1%، فاكر انت 0.6%؟ احنا 0.6%. ثاني هقول لك نفس الجمله اللي قلتها لك، احنا لو قررنا نقفل كل التنميه اللي عندنا مش هنأثر في الانبعاثات في العالم. ومع ذلك لما اللي انت شفته في الفيديو هو ده اللي احنا كنا حتى عرضناه في جلاسكو عشان نستضيف هذا المؤتمر،
واستفدنا في منظومة التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، فكرة إن إحنا نبدأ في تدوير المخلفات، المونوريل والقطار الكهربائي والنقل الجماعي والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، تقطين الترع عشان توفير المية، فكرة إعادة استخدام المياه من خلال تحلية مياه البحر، فكرة حماية الشواطئ اللي بتتعمل على الشواطئ بتاعتنا من خلال وزارة الموارد المائية والري. كل دي الحقيقة تدخلات الدولة عملتها بمشروعات قومية كبيرة، وللأسف لازم برضو أكون صادقة مع حضرتك إن التمويل الخارجي اللي ساهم في ده ما أقدرش أقول إنه كان صفر، بس كان قليل جدا أمام ما وضعته الدولة. طب إحنا النهاردة من ساعة ما أنا ما قلت لك ده لغاية النهاردة إحنا مشينا خطوات زيادة، مشينا خطوات زيادة. اتفاق باريس ما ألزمش الدول إنها تضع استراتيجية بعيدة المدى لتغير المناخ، إحنا طلعنا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، إحنا كان علينا التزام من بعد جلاسكو، شأننا شأن باقي الدول إن إحنا نعمل حاجة اسمها تحديث خطة المساهمات الوطنية، المساهمات يعني كل دولة تقول أنا برفع الطموح بتاعي بدل ما هقلل انبعاثات 10% هقللها 20%، بدل 30 هخليها 40. الخطة دي مفروض كانت تتقدم حضرتك مع أول يوم للمؤتمر بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وبمتابعة دولة رئيس الوزراء. إحنا قدمنا هذه الخطة من أسبوعين وتم الثناء عليها، ليس فقط لتقديمها ولكن لأنها فيها أهداف كمية. إحنا حطينا أن إحنا بحلول 2030 هنخفض 33% من الانبعاثات في قطاع الكهرباء، 65% من الانبعاثات في قطاع البترول، و7% في قطاع النقل. دي بالنسبة لنا الحقيقة إجراءات صارمة جدا وأعلى الحقيقة من اللي كان متوقع، ولكن عشان أنا أكون قادر على أن أنا أقود العالم، قادر أن أنا أجبر الدول الصناعية أنها تقلل انبعاثاتها وتضع التمويل، قادر أن أنا أقود أفريقيا بمطالبها، لازم أن أنا أكون قدوة طبعا بس. فهو ده المشوار اللي احنا مشيناه، مشروعات كتيرة بننفذها على المستوى القومي وخطط طموحة جدا بنحاول ان احنا نعملها. فكرة حتى واحنا في 2022 واحنا عمالين نفكر طب الاستراتيجية والخطة، طب احنا ايه المشروعات اللي على الارض؟ لو احنا بنقول ده مؤتمر للتنفيذ، فجرينا عملنا اول جزء للاولويات وهي ربط فكرة الطاقة بالغذاء بالمياه. انت النهاردة في 2022 عندك مشكلة على مستوى العالم كله وهي الصح بتاع الطاقة، نمرة واحد. نمرة اثنين ارتفاع أسعار الغذاء. يبقى أعتقد أن قد يكون هناك نموذج مبتكر جمهورية مصر العربية تقدر تقدمه لما نقول إحنا هنتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة 10 جيجا، ولكن سوف نخرجه من الطاقة الجديدة والمتجددة هنزرع بيه، وجزء تاني هنستخدمه لتحلية مياه البحر عشان يبقى فيه مية أزرع بيها. فالكلام النظري اللي احنا كنا بنسمعه كبيئيين، فكرة ربط الطاقة والمياه والغذاء، كنا بنقرأ في أبحاث كتيرة ويفضلوا بقى النظريات يقولوها في المؤتمرات. احنا دلوقتي بنحاول ان احنا نعملها في برنامج قومي سميناه نوفي، ونوفي فكرتها ان انت تفي بالالتزامات، ان احنا بنقول للدول افي بالالتزامات المالية بتاعتك. ونتمنى ان احنا نقدر من خلال الدعم كل الوزارات الفنية ووزارة التعاون الدولي ان احنا نصل بتمويل نقدر نجيبه مع هذا المؤتمر، ويبقى نموذج الحقيقة جيد لآليات تمويل مبتكرة مع فكرة مبتكرة تصل لحياة الناس، لان احنا محتاجين الحقيقة حاجة تصل بالمتطلبات الإنسانية، لان فكرة تغير مناخ هي بتخبطك في كل مناحي التنمية، هي بتلخبط حياتك لو بتحصل. طيب هل القطاع الخاص والقطاع الاستثماري شريك فاعل في ده؟ يعني أنا دايما أقعد أحلم بيوم كده لطيف إن أنا أشوف المكنة بتاعت ألمانيا اللي أحط فيها الأزايز البلاستيك يطلع لي ريسيت فاوتشر بمبلغ حتى لو كان 70 سنت، مش دي القصة يعني. بحلم بنفس القصة بالنسبة للمخلفات الأكثر صلابة زي الكانز بتاعت المشروبات الغازية، إلخ إلخ إلخ. أظن إنه لازم القطاع الخاص والقطاع الاستثماري في مصر يبقى فاهم إنه ده في مصلحته، يعني التدوير من ناحية استثمار والحفاظ على المناخ والطبيعة أيضا لصالحه المباشر مش غير المباشر. حاجتين بقى كمثال نستكمل هذا الحديث اللي احنا قلناه قبل كده. احنا واحنا بنتكلم دلوقتي وبنقول مدينة شرم الشيخ هتتحول إلى مدينة خضراء، حلو، في شركة قطاع خاص اتفقنا معاها من أسبوعين. جميل. هتمسك شرم الشيخ
لعمل ثلاث حاجات. الفرز من المنبع، انت اوريدي شرم الشيخ الاوتيلات بتعمل فرز من المنبع، الكلام ده بيروح فين بعد كده؟ اتنين، المكان اللي بتحط فيه الازايز البلاستيك او البيبسي او حتى الكرتون بحيث ان هو يطلع لك نوع من انواع الفاوتشرز. ثلاثة، التوعية للأطفال في المدارس والمواطنين، وكمان شغالين على الأكياس البلاستيك والبدائل بتاعتها مع بداية المؤتمر إن شاء الله في مدينة شرم الشيخ. الأهم من كده، ده احنا بنحاول نعمله عشان احنا نفسنا الحقيقة برضو، وده أمل كبير وتحدي الحقيقة، تحدي لأن انت انجلترا كان عندها سنتين واللي جاي بعدك عنده سنتين، انت عندك 11 شهر انك تحول مدينة بكاملها من ناحية سياسات وخطط وتدريس على الأرض، تحدي كبير. لكن نفسنا ان احنا اللي بنقوله جوه القاعة يبقى منفذ على الأرض. طبعا مش عايزين يبقى حد بيقول لنا انتوا ازاي بتقولوا مؤتمر تنفيذ وعندكم برا كذا. وعشان كده بقول لك كل أجهزة الدولة شغالة. الحاجة التانية، القطاع الخاص دوره مهم. عايز أقول لك معلومة، من شهر ونص بالضبط كان أول قرار لمجلس الوزراء هي أول حزمة من المشروعات البيئية اللي هتاخد مميزات قانون الاستثمار ولايحته التنفيذية، من خصم للجزء من الضرائب، خصم على المعدات، حق انتفاع 25 سنة على 4 مجالات، الطاقة الجديدة والمتجددة، النقل الكهربائي، المخلفات بكافة أنواعها، والمصانع اللي بتقوم بتصنيع البدائل للأكياس البلاستيكية. ده قرار الحقيقة بيوضح قد إيه إن الدولة ليس فقط مدعمة البيئة وبتعمل مشروعات، دي بتقول للقطاع الخاص تعالى أنا هديك ميزة نسبية، مش في قانون البيئة، في قانون الاستثمار، عشان تقدر إن أنت تشتغل في الحاجات دي. ومن هنا بيحدث الشراكات ما بين القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص الأجنبي في إن احنا نغير الكلام ده. فيا رب نقدر إن احنا مع الكل يبقى مؤتمر فعلا ناجح ومؤتمر تنفيذ، ونرفع الحقيقة راس مصر، ونقدر إن احنا نوري الجمهورية الجديدة فعلا وليس قول. مصانع بديلة للأكياس البلاستيكية، لاقي أكياس ورقية؟ عندك نوعين، عندك أكياس اللي هي قابلة للتحلل، ده جزء بتبقى أنت عارف الكيس اللي ما بيتحللش بيقعد كم سنة؟ أنت بتستخدمه 10 ثواني. قد إيه؟ 400 سنة. ما أنا طول عمري بطالب بإيه؟ والله العظيم بكلم كل ما بكلم كل ما بكلمك يا دكتور تقعد تحكي. أقول لك أنا دايما، حضرتك زرتي أكيد مدن أوروبية كتيرة، هو إحنا لما بنخش أي سوبر ماركت في أوروبا بناخد اكياس عمال على بطال بلوشي كده؟ لا، بتحط عليها فلوس. الكيس البلاستيك الواحد بجنيه استرليني، صح؟ ده في انجلترا لا. مثلا جنيه كيس بلاستيك حقير جدا بجنيه استرليني، يعني بسعر اليومين دول يجي 25 جنيه. احنا عندنا سيدات البيوت الرائعات بتوعنا بيلموا كياس غتاتة، يعني بياخدوها هم خارجين عشان تحط فيها سندوتشات للواد وهو رايح المدرسة. لا، لازم ده ينتهي. لا طب دكتور يوسف، طب ممكن اقول لك على حاجه بس والنبي قولي. عشان الموضوع ده كويس ان انت فتحته، انا مش عارفه كان ليا قد ايه في المداخله، بس خليني اقول لك. لا مش مشكله، اتفضل. بص، احنا عندنا الحقيقه 4 اجراءات مهمه جدا عشان نقدر نصل ان سعر الكيس يتحط بجنيه ولا بربع جنيه ولا بنص جنيه. كان اول حاجه كان لازم يبقى عندك ماده في القانون بتحذر من استخدام او تداول الاكياس نكائة، ان انت ما تقدرش تفرض حاجه من غير قانون، ماشي؟ لا رسم الا بقانون، او لا ضريبه الا بقانون. فبالتالي اول حاجه عملناها ان احنا طلعنا في قانون المخلفات ماده 27 حذرت من استخدام الاكياس البلاستيكيه احاديه الاستخدام. احاديه الاستخدام اللي بتستخدم مره واحده، اللي هو زي ايه بالبلدي كده، حضرتك لو واقف وانت ماشي في الشارع رحت عند اي فرن عيش بلدي هتقول له عايز 5 ترغيفه 10 ترغيفه، هيديك كيس رفيع كده شفاف، ده اللي بيتحط فيه العيش، هو ده اللي اسمه احادي الاستخدام، بتستخدمه مره واحده وترميه. احنا النهارده لما حملنا حظر ده لازم يطلع مواصفه للمصانع اللي احنا عندنا 3500 مصنع بيصنع هذه الاكياس، نقول له تخن السمك بتاع الكيس طبعا يبقى اكتر من 50 ميكرون، عشان مش هقفل المصانع دي ومش هقعد العمال في البيت. دي اشتغلنا على الماده، اشتغلنا على المواصفة، القرار موجود على مكتب السيدة وزيرة التجارة والصناعة عشان المواصفات والجودة تبقى هو ده اللي أقرته، يبتدي المصنعين ان هم يتخنوا شوية كيس بلاستيك. ادي كده نص خطوة. الخطوة الثانية ان انت نزلت حوافز عشان تعمل مصانع
اصلا مش بتطلع لك الكيس وتدخن السمك بتاعه، لا دي هي المصانع دي اصلا هتنتج لك اكياس هي صديقه للبيئه، قبل الاتحال بتحلل اكياس ورق. وفعلا مضينا من تقريبا شهر ونص مع الجانب الامريكي، اول مصنع هيعمل انتاج لهذه الاكياس من القشر بتاع البيت. حقيقه الحاجة بقى الرابعة هي ان انت بعد ما تعمل الخطوات دي والاجراءات اللي انا بحكيها لك دي بالتدرج ده، تبتدي تقول طب خلاص بقى انا دلوقتي غيرت نظام المصانع اللي بتعمل الاكياس الرفيعة، وفي نفس الوقت اديت حوافز عشان القطاع الخاص يجي يعمل لي مصانع جديدة تطلع لي نوع جديد يبقى مطابق للتكنولوجيا. نمرة ثلاثة، ابتديت ان انا اوعي الناس ان انت وانت نازل خد الشنطه القماش، لان انت لو نزلت ورحت السوبر ماركت هتضطر ان انت تدفع فلوس، في الوقت ده ابتدي احط فلوس، لكن ما بقاش ما عنديش ولا مناخ داعي ولا بنيه تشريعيه ولا عندي بديل وانزل الشارع اقول للناس انت هتدفع ربع جنيه على ده. انت فاهم انا قصدي ايه؟ ما هو في منتج بيع اكياس بلاستيكيه، بيع اكياس بلاستيكيه او اعطاء الاكياس البلاستيكيه مجانا على المنتج، مش محتاج قانون ان انا اقول له والله عاوز كيس بلاستيك هتدفع فلوس؟ يعني ده سلعه زيها زي اي سلعه، عايز كيس بلاستيك يدفع. بس انت في الحاله دي انت عندك 3500 مصنع شغال على الاكياس دي بيبيعها، فهي في الاخر هتقف فين؟ هتقف عند المستهلك وعند السوبر ماركت. طب ما انت كده هتخلي الراجل اللي اصلا بيصنع مش هيصنع بنفس الكميات المفروض ان هو يصنع بيها، فانت في حته قفلت. انت فاهم الفكره؟ ان احنا بنحاول نقفل الدايره. أيوة. من اول ما بتنتج الكيس بحل وسط لغايه ما تعمل مصنع حلو لغايه ما يروح السوبر ماركت، السوبر ماركت خلاص عارف انه مش هيبيع، ان هو لو باع الاكياس هو هيستفيد، اللي بيستهلك عرف ان هو مش لازم ينزل ياخد كل الاكياس البلاستيكيه، هو اخره هيبقى معاه شنطتين ثلاثه قماش ولو كده هيضطر ان هو يدفع. فانا خدت الدايره كلها على بعضها. حلو جدا، يعني الى ان نلتقي في حوار اكثر استفاضه واكثر طولا، انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، نورتينا وشرفتينا وافدتينا الحقيقه بالعديد من الاجابات على علامات استفهام كتيره. كل الشكر دكتور ياسمين فؤاد وزيره البيئه المصرية. انت عارف في واحدة ست في السوبر ماركت اللي انا متعود اروح له في انجلترا لما بزور هناك، بنزل تقريبا في نفس المكان هو كل مرة لما سافر. الست اللي هناك دي غالبا بتكرهني لسبب ما، او هي عنصرية او حاجة زي كده. والله غير ان هي دايما لما تشوفني، لسه انا ما جيتش حاسب، من بعيد بتشوفني كده ديو نيدا باج، يعني مش مستنظفاني لسبب ما، اجي ادفع تقولي معاك باسبور، حاجات كده والله العظيم أفشاني في الرايحة وفي الجاية، معاك باسبور؟ وأنا شكلي يعني شكلي هربان مثلا، مهاجر غير شرعي، مش قادر أفهم. مهم، خلونا نروح لأسوان، محافظة أسوان دي من المحافظات اللي أنا أحبها بقى، أظن أنتوا عارفين الحكاية دي. يعني محافظة أسوان ناوية بإذن الله سبحانه وتعالى، قول يا رب، إنها تتعاون مع هيئة تنمية الصعيد في إيه؟ في إقامة منطقة لوجستية عالمية على 550 فدان، الفدان 4200 متر مربع عشان تقدر تتصور حجم المنطقة. طيب منطقة لوجستية في أسوان عشان نعمل بيها إيه يا يوسف؟ أقولك، عشان هيتم استخدامها في إقامة مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة، مشروعات بقى كبيرة ليها أنشطة مختلفة، نشاط بالتأكيد بما إن إحنا بنتكلم على منطقة لوجستية يبقى أنشطة متعلقة بالتجارة وبالنقل الدولي. هيتم فيها بقى هنا إيه؟ ودي بقى الحلاوة والجمال، مراعاة الطابع الهوية يا جماعة، الهوية البصرية، يعني الطابع الأسواني والطراز الأسواني بتاعنا، مش بس بتاع الجنوب، لا بتاع أسوان بالتحديد. حاجة عظيمة جدا، فتبقى واحدة من العواصم الاقتصادية بتاعتنا في إبلي، في الصعيد بتاعنا. يبقى عندنا نواة حقيقية لمشروع لوجيستي متكامل، وليس فقط في الصعيد وإنما في مصر، بل وأزيد عليكم وفي قارة أفريقيا. احنا ما بنهزرش. خلونا ناخد معانا على التليفون سيادة اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد. أهلا 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 يا فندم. ألو سيادة اللواء شريف. ألو. ألو. أهلا أهلا.
اهلا استاذ يوسف، ازاي حضرتك؟ تحياتنا لحضرتك يا فندم، ازاي الحال؟ تحياتي لحضرتك واسره البرنامج والساده المشاهدين. منورنا يا فندم. الله يخليك، شكرا. سياده اللواء، عايزين نعرف على اللي هيحصل في اسوان والمنطقه اللوجستيه اللي باذن الله تبقى ساعتها يعني مركز هام جدا للتجاره والشحن في افريقيا. طبعا المنطقه اللوجستيه اللي هتقام ان شاء الله في محافظه اسوان منطقه واعده، وهذا المشروع بياتي طبعا في اطار توجيهات فخامه الرئيس لتنفيذ مشروعات تنمويه بصعيد مصر تحقق التنميه المستدامه وتدعم الاقتصاد القومي وتجعل مصر هي فعلا البوابه الرئيسيه لافريقيا. المنطقه الاقتصاديه زي ما حضرتك ذكرت هي هتقام على مساحه 550 فدان، هتتكون من منطقه قريه بضائع ومصانع سواء كانت قيمه مضافه او تجميع وتعبئه، سوق تجاري كبير، مركز مال واعمال، بالاضافه الى موقف سيارات دولي بيتسع لما يقرب 450 شاحنه و18 حافله، ودي نتيجه الدراسه المشتركه ما بين محافظه اسوان وهيئه التنميه الصعيد. المنطقه منطقه واعده، منطقه مستقبل واعد لصعيد مصر ولمصر. طب ده كويس جدا، من المتوقع انه يبدا العمل على انشاء المنطقه امتى يا فندم؟ احنا بدانا فعلا الدراسات وبالتنسيق مع محافظه اسوان، وكوننا فريق عمل مشترك ما بين محافظه اسوان وهيئه التنميه الصعيد، وجاري التصميمات الابتدائيه للمشروع، وان شاء الله في خلال الايام القليله القادمه هيبدا عرض هذه التصميمات والتصديق بالبدء في تنفيذ المنطقه اللوجستيه بمحافظه اسوان. طيب، ويمكن يعني احنا طبعا كلنا خلاص بقينا عارفين انه فخامه الرئيس عنده الجداول الزمنيه ما فيهاش هزار، ولما نقول له ثلاث سنين بيقول سنه. فتوقعات الانتهاء بإذن الله، يا رب يا رب في القريب يبدأ الإنشاء، لكن التوقعات إنها تستغرق مدة قد إيه، مدة زمنية قد إيه يعني لحد ما تدخل خدمة زي ما بيتقال؟ يعني إحنا طبعا إحنا المنطقة اللوجستية بتنفذ من خلال المراحل طبقا للأسبقيات العمل وطبقا لسرعة تحقيق أهداف التنمية. يعني في خلال العام الحالي ونهاية العام الحالي هنكون انتهينا بنسبة كبيرة جدا من هذه المنطقة لتنفيذ منطقة تنموية كبيرة وجعل مصر مركز اقتصادي وبوابة لقارة أفريقيا. بإذن الله بإذن الله. أنا بشكرك جدا 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 سيادة اللواء، كل الشكر لحضرتك سيادة اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد. تعرف أنا من الناس أو الجيل يعني اللي هو عاش تقريبا 47 سنة وأكتر من 3 أرباع عمري، أكتر من 3 أرباع عمري يعني أكتر من 30 سنة، يجي 35 سنة مثلا إحنا الجيل بتاع الصعيد المهمل ده، بجد الصعيد اللي محدش حاسس بيه. بفرح وبنسعد وبنشكح كده لما الاقي فيه مشروعات شغاله في الصعيد، لما بلاقي ان انا بجد عندي يقين ان الصعيد لم يعد مهملا على الاطلاق. الصعيد بقى جزء لا يتجزا من اعلى اولويات الدوله، ولان الدوله لها ضابط ورابط، ولانه دايما في قانون، ولانه زي ما كنت بقول لكم من كام يوم القانون لا يعلو صوت على صوته. القانون هو القانون، اللوائح هي اللوائح، الانضباط هو الانضباط. فلما يبقى في عندي لوائح منظمة يجب علينا ان احنا ايه نلتزم، بيبقى في عندي قوانين يجب علينا ان احنا نلتزم. فهتلاقي النهاردة قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالآتي: وقف برنامج إيمي تاتو على قناة الشمس بعد أن تلقى المجلس شكاوى كثيرة حول خرق البرنامج للأكواد الإعلامية ومخالفة شروط الترخيص الصادر للقناة وتحويل المسؤول القانوني للتحقيق في المخالفات المنسوبة للقناة. مش هتكلم كويس؟ فاصل ونرجع
نكمل الكلام. ضيفتنا داخل الاستوديو دكتور دعاء سالم، استاذ الموارد البشريه بالجامعه الامريكيه، ايضا دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي. استنونا. هو انا شكلي هوملس ده بجد والله، يعني مش عارف شكلي مشرد مثلا. الست هرياني في انجلترا مش كده؟ مش عارف. خلونا طيب نبدا الاول بالترحيب بضيوفنا الاعزاء، ضيفتنا العزيزه دكتور دعاء سالم، رئيس اداره البرامج والشركات والشراكات بالجامعه الامريكيه بالقاهره، والدكتوره في اداره الموارد البشريه. اهلا بك اولا. ازاي الصحه؟ دكتور جمال فروي صاحب بيت استشاري الطب النفسي، منورنا يا دكتور. ايه الاحوال؟ كله تمام؟ الحمد لله. طيب انا عايز افكر بصوت عالي مع حضراتكم ومع الناس على مساله الثانويه العامه. كلها ايام وهيبقى في نتيجه الثانويه العامه، والولاد كمجره العاده هم حافظين كمجره العاده برضو بقى لنا اجيال، كله عاوز يخش طب، كله عاوز يخش هندسه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ما بيشوفوش حاجات تانية ما اعرفش ليه. فهنا هيبقى سؤالي اولا، هو ازاي اقدر اقول للولاد ان في مجالات تخصص كتير جدا بيحتاجها البلد علشان حضرتك تروح الاول تدرسها في الجامعه علشان لما تتخرج تشتغل ما تبقاش موجود جوه طابور طويل. ليديز فيرست، ونبدا اولا بدكتور دعاء. شكرا لحضرتك. انا بس عايزه ابتدي واقول، تفتكر حضرتك احنا محتاجين نقول للاولاد ولا محتاجين نقول لاولياء الامور؟ الاثنين مش كده؟ صدقيني الاثنين. بالظبط كده، محتاجين نقول للاثنين فعلا. هي مش طب وهندسة الحقيقة. احنا خلينا نقول او نفكر، هو العالم متجه فين؟ العالم ومصر متجه لإيه؟ المجالات اللي موجودة دلوقتي فين؟ في إيه؟ يعني خلينا نقول مثلا التكنولوجيا طبعا بعد الأساسي، خلينا نقول الصحة النفسية، خلينا نقول العالم كله متجه نحو تغير مناخي، نحو أزمة اقتصادية. فنشوف العالم ومصر متجهة فين، أو المشاكل اللي موجودة عندنا إيه، ونقول هي دي المجالات اللي ممكن يكون السوق محتاجها. بس أنا عايز أقول بقى حاجة تانية مهمة يا أستاذ يوسف، إنه هو الأهم من السوق محتاج إيه، أنا بحب أشتغل في إيه، أنا شغفي فين. هو ده اللي عايزة أقوله للطلبة، أنا بحب أشتغل إيه، شغفي ناحية إيه. يا ما قلنا الكلام، محدش عايز يسمع الكلام. والله العظيم الشغف هو اللي هيدفعك للنجاح. هو اللي هيدفعك للنجاح بالظبط، هو ده اللي هيدفعك للنجاح، هيدفعك للاستمرار، هيدفعك للمثابرة، هيدفعك إن أنت تقدر تتخطى كل التحديات اللي هتواجهك. فعايزة أقول للطلبة كل واحد يشوف ويسأل نفسه هو بيحب يعمل ايه، والسوق مفتوح لكل المجالات. العالم متجه ناحية مجالات معينة، ومصر متجه ناحية مجالات معينة، ولكن نجاحي أنا كطالب في سوق العمل بيعتمد أساسي على حبي لهذا العمل وشغفي ناحيته. صح. هنا هرجع لدكتور جمال فرويز، أصبح إحنا في عندنا كده التراكم التاريخي بتاع الأسر والطلاب، عشان كده كنت بقول دكتور الدعاء إنه هو نصيحتنا للاثنين، يا طب يا هندسه، مفيش خلاف على انه الكليتين حلوين وجميلتين وكل حاجه، بس في حاجه اسمها اداره الاعمال، وفي حاجه اسمها القانون، وفي حاجه اسمها الاقتصاد، وفي حاجه علوم سياسيه، وفي تاريخ، وفي اداب، وفي علوم انسانيه. هو ليه الناس دايما بتبقى مش هعتبرها بقى هنا احاديه النظر، مزدوجه النظره، ولكن في اتجاه واحد، يا طب يا هندسه؟ هي نظره اقتصاديه، عشان بس نبقى واقعيين. يمكن زي ما قالت الدكتوره دعاء، هو الاسره يمكن اكثر تركيزا على دي من الولاد. يعني انا نبقى واقعيين شويه، الجيل اللي طالع مش فارق معاه قوي، مش في دماغه قوي يكون دكتور الا عدد قليل، يعني عشان برضه مش الكل يعني، لكن في مجموعه هي عايزه طب، عايزه هندسه، بتبص لها منظور اقتصادي، انا هطلع دكتور يبقى في شغل في مستشفى، هفتح عياده، هشتغل، هجيب فلوس، هعمل كذا. المجالات الاخرى او الهندسه طبعا، مجالات الهندسه المتعدده بيشتغلوا، ولكن المجالات الاخرى هو يقول لك ايه، ما اللي بينجحوا فيها قليل. ولازم نركز برضو عشان نبقى واقعيين في كلامنا،
النهارده يعني انا دايما اقول لهم خدوا بالكم، ممكن تدخل طب ما تنجحش قوي، ممكن تدخل هندسه ما تنجحش قوي، ممكن تدخل تجاره تبقى في بنك، تبقى في اقتصاد عادي حاجه عاليه جدا، اعلام نفس الشيء، اقتصاد علوم، ما طبعا دي كليات قمه، اعلام وعلوم، اقتصاد علوم سياسيه مع طب والهندسه، ولكن في كليات اخرى يعني ممكن تدخل زراعه وتبقى استاذ جامعه كويس جدا، ممكن تدخل علوم صحيه ودي جديده. النهارده عندك قسم علوم جنائيه جوه كليه العلوم، ده هيبقى عليه ضرب السنه دي، نركز في ليه قوي. علوم جنائيه ده اللي بيطلع طبيب شرعي صح؟ هيدخل طب شرعي وده هيشتغلوا كلهم وهيتسحبوا جيش وشرطه، فيعني هتلقى عليه السنه دي مجموعه هيبقى عليه قوي، ده لسه اول سنه هيتفتح السنه دي، فده هيبقى رائع. تعالى في كليات الناس ما بتاخدش بالها منها، يعني دي قصه صغيره، انا يعني كنت بخدم في اليو ان، فكنت موجود في احد الدول الافريقيه، فكنا نزلنا مزرعه فلقيت واحد، فهم كانوا عاملين يخبوه مني يعني لما نونا داخلين كده ايه العمل ده ولا عامل ده ايه ده، المهم طلع هو من جنسيه دوله كده فهمنا فهمنا، فبيخبوه المهم جه قعد تحت التبنى فجينا معاه، ما بيقول لي انا خبير في زراعه كذا وجايبينه من المكان اللي فيه لغايه الدوله دي وبيدوا له مبلغ كبير قوي. خبير ده قال لي انا معايا 5 سنين بعد بما يوازي الاعداديه عندكم في مصر، وبقيت ان انا طالع تخصص معين في الزراعه. بس هم قرود في المجال ده. قرود. ما هي يا فندم بص، ما احنا عندنا احنا كان عندنا امكانيات في دي قوي، احنا اللي اهملنا نفسنا. يعني احنا التعليم الفني ده ثروه لا تقدر بمال، وانت اهملتها، احنا سنين صح اهملناها لدرجه حتى الاعلانات اللي بتنزل احنا هنديك شهاده جامعيه. يعني ايه شهاده جامعيه يا سيدي؟ اللي معاه دبلوم وناجح في تخصصه احسن مليون مره من شهاده جامعيه. احنا نشكر ربنا بقى بالمدارس الجديده اللي طلعت دي. ما احنا عايزين بقى نزود العدد ده ليه؟ انت عندك عدد سكان كبير، فلازم تستوعب، نفكر منطقيا، انا هستفيد من النقمه دي ولا خليها نعمل ايه؟ ما هو ده جزء من التركيبات النفسيه عاده بتاعه ولي الامر، اللي بيقول لاولاده خشوا طب وهندسه بس، واللي بيقول لاولاده انت لازم تخش ثانويه عامه بس. ما ده برضو للمنظور ان هو مش شايف المستقبل، ان احنا يعني حضرتك كاعلام لو بتركز على دي، ان انا اجيب النهارده الناس اللي معاهم صنايع، الناس اللي معاهم زراعه، الناس اللي معاهم دبلوم مش عارف في زراعه القطن، دبلوم في زراعه كذا، الناس دي بتاخد مبالغ كبيره قوي، الناس اللي بتشتغل على البريمه ده بياخد مبالغ كبيره قوي. الناس لو في الاعلام بتركز، لكن الاعلام كله بيركز ايه؟ دكتور واحنا له العياده بدفعنا كذا، مهندس اصل شغال في شركه بياخد كذا، فالاعلام لما بيركز. اقول لسيادتك حاجه، في احدى الجهات قالت عايزين تمريض، ولما عملوا تركيز عليهم في الفتره كان كل اللي داخلين فوق ال 95%، ده على هدايا انا شايف بعينيا يعني، محدش قال لي كلهم مقدمين على تمريض. ليه؟ سفرهم المانيا تدريب وسفرهم امريكا تدريب وسفرهم كذا. يبقى انت اذا لما الاعلام بيركز على جزئيه الناس بتروح ناحيتها، لكن الناس لما بتسيبها لنفسها هو كله معاه ذهنه مع الماضي فقط او على اللي هو شايفه بعينيه فقط. لكن انا عشان من النظر المستقبليه اللي هي اقتصاديه برضو وهتجيب لك فلوس افضل، يعني انا لما بقول لهم كله عليه علوم جنائيه دي في كليه العلوم تبقى رائعه، قسم الكيمياء والطبيعه دي كليات رائعه، يعني هو زوير خريج ايه؟ كيمياء، خريج كليه علوم. طب انا كليه العلوم دي اللي هي كليه العلماء، انا يعني النهارده كام النهارده عالم انا استفدت منه؟ ما دي برضو جزئيات. طيب. ان انا ما بستفدش من الناس كويس قوي. انا هنا هروح على مساله الاحتياجات كمان بتاعه سوق العمل، يعني انا مش عايز برضو ابقى عمال بوجه الولاد في حته وابقى انا كمان مش فاهم سوق العمل اصلا محتاج ايه، سواء اذا كان على المستوى المحلي او اقليمي او على المستوى العالمي. خليني هستاذن اروح لفاصل وارجع بالسؤال ده لدكتور دعاء، استنونا لو سمحت. أصلاً كنت هحكي لضيوفنا الأعزاء حاجة معينة يعني، بس مش هتقال على الهوا دي. المهم خلونا نجدد الترحيب مرة تانية بدكتور دعاء سليم وبدكتور جمال فرويز، وقلت أنا عايز أرجع للدكتور دعاء على مسألة بمسألة العلوم البشرية، كانت ناقشنا في ده في الفاصل شوية، هي مش عاوزين نوجه الولاد لحاجة بعيداً عن الشغف، بس كمان بنقعد نفكر. أنا بقى هنا أب، فأقعد أفكر ما أنا كمان عاوز الولاد يخشوا كلية
تضمن لهم شغل كويس ومحترم وبالتالي دخل كويس ومحترم طبقا بقى للمتطلبات اللي جوه مصر او المنطقه كلها او الدنيا الى اخره ولا ايه؟ هو طبعا في مجالات يعني لو احنا بنتكلم كده في العموم هنقول فعلا في مجالات مطلوبه جدا، ولكن زي ما كنت بقول لحضرتك انا مش عايزه اوجه واتكلم واقول للناس ده احسن من ده او ده مش احسن من ده، ولكن خليني اقول اكيد اكيد كل ما له علاقه بالتكنولوجيا، كل ما له علاقه باداره المعلومات، كل ما له علاقه ب التغير المناخي، التنمية، الطاقة المتجددة، يعني دي كلها حاجات ومجالات احنا شايفين احنا العالم كله ماشي ليها واحنا كمان ماشيين فيها، وعندنا الكوب 27 اللي هي في شهر الشيخ في شهر 11 بنتكلم عن التغير المناخي وهنتكلم فيه عن يعني ايه تنمية مستدامة، فدي كلها مجالات وما له بالعلاقة بالزراعة والغذاء ونقص المياه، ودي كلها مجالات العالم متجه ليها ومصر متجهة ليها بشدة وبقوة. فالشايف أنه أو حابب كطالب بقى ثانوية عامة وشايف أنه هو حابب حاجة من المجالات دي أنا أشجعه أنه يتجه فيها، ولكن هرجع تاني أقول لحضرتك اللي عنده شغف في حاجة مختلفة هقول له أولوية روح اشتغل في اللي أنت عندك فيه الشغف بتاعك عشان يشتغل هو مبسوط واشتغل وانت مبسوط، وعشان تبقى ناجح انت مش هتبقى ناجح الا وانت مبسوط بتعمل اللي انت بتحبه. فلو انت دلوقتي انا بقول للمعلومات بنقول تكنولوجيا المعلومات وانت واحد مش بتاع لا معلومات ولا تكنولوجيا معلومات ولا بروجرامينج ولا بتاع وكبرت ان انت تشتغل في الشغل انت بتحب الرسم هتعمل ايه؟ ادرس فنون تشكيليه بتحب الرسم، هو العالم هيبطل يحتاج طبعاً. الرسم بالعكس مش هيبطل، هيبطل يحتاج الـ يعني انا عندي يعني ناس كتير قوي بيحبوا موضوع جولري ميكينج مثلا انا ما جبتش سيره جولري ميكينج خالص في اللي انا قلته، بس انا بحب اعمل جولري ميكينج، لو خلص. طلعت اشتغلت فيها ونجحت فيها هو ده اللي انا هو ده شغلي هو ده اللي انا بحبه. طيب هنا هرجع لدكتور جمال. طب يا دكتور افترضنا ان انا يوسف انا طالب في الثانويه العامه وانا عايز ادرس كيفيه اداره مراجيح مولد النبي. حلو بتجيب فلوس مزاجي كده بجيب فلوس كويس ابقى راجل صاحب زقازيق كده وكسيب. انا هقدر ازاي اتعامل مع اهلي الكلاسيكيين اللي شايفين انه لا لازم تخش كليه كذا او كذا او كذا علشان المجتمع يحترمك؟ نقول لأهالينا إيه وقرايبنا إيه؟ هتروح في يوم من الأيام يا ابني تتجوز ولا تخطب تقول لهم إيه؟ حقيقة لا ده كلام كارثة كلام واقعي. بس أقول لسيادتك أنا بس قبل ما تطلع النتيجة عايزين نقول للأهل خدوا بالكم إحنا في قصة كل سنة الشباب اللي بيؤذوا نفسهم بعد النتيجة، في ناس تأذي نفسها بعد النتيجة لم يحقق المرجو أو الهدف المنشود. احنا معانا ولاد عصبيين ولاد او بنات، كل اب وام عارف ان ابنه عصبي او بنته عصبيه قلوقه بتتوتر بسرعه، ما اضغطش عليها اليومين دول اكتنفهم شويه اقرب منهم. النتيجه دي اولا انت عملت اللي عليك والنتيجه دي بتاعت ربنا في الاخر. الاهم من كده نخطط مع بعض بلان ايه بلان بي بلان سي احنا هنعمل ايه بعد النتيجه. ما خدناش دي يبقى في عندنا البديل الثاني البديل الثالث، في اللي بيروح يقدم كليه عسكريه، اللي بيروح يقدم كليه الشرطه، في اللي هيقدم في كليه التربيه الرياضيه، في اللي هيقدم اللي هي الحاجات اللي فيها اختبارات ومش اجبار ان انا هدخلها، يعني انا بقدم وطبقا لامكانياتي بدخل او لا. هنا لازم الطالب والاب والام احنا قاعدين مع بعض لنا سنين عارفين دماغ ابننا زي ما الدكتوره بتقول الولد ده بيحب كذا، اساعده انه يوصل لدي. طيب ما هالكلية دي لو ما نفعتش في البديل بتاعها بيه كذا وهيشتغل قرب المجال ده او في نفس المجال بس في تخصص اخر بس في نفس المجال العام، في كلية سي او المعهد سي هيشتغل في نفس المجال، لكن ما اضغطش على ابني. والنبي كل اب وام ياخدوا بالهم من الكلمتين دول، ابن خالتك احسن منك، دي البنت بنت الجيران جابت اعلى منك، اصل انت يا خايب يا كذا يا اللي عملت لي كذا، الفلوس اللي دفعناها في الدروس ضيعتها علينا، الفلوس اللي كنا بندفعها في المدرسه ضيع. يا اخوانا مش كده، خدوهم في حضنكم. وكلمه اللي ذاكر ذاكر دي
كلمة تعقد طوب الأرض. أنا معلش أنا بستأذن إن أنا هطلع فاصل، هنرجع بعد الفاصل نكمل الكلام. هو الأوقات الحلوة والأوقات المهمة بتعدي بسرعة جدا. خلونا نجدد الترحيب بسرعة جدا بدكتور دعاء سليم وبدكتور جمال فرويز، وهرجع على دكتور دعاء وأنا بستأذن دقيقة ودقيقة دقيقة. الخلاصة النهائية أو النصيحة لو صح التعبير اللي بنقدمها للطرفين، أنا عايزة أقول أنه يعني لأولياء الأمور الأول حقيقة ما تضغطوش على ولادكم، سيبوهم يعملوا اللي هم حابين يعملوه، يدخلوا الكلية اللي حابين يدخلوها، يتجهوا للعمل اللي هم حابين يشتغلوا فيه، لأن هو ده اللي هيضمن ليهم النجاح والسعادة. وأقول للطالب حاول قبل ما تختار تسأل نفسك أو تعرف نفسك أنت بتحب تعمل إيه. اسأل نفسك شوية أسئلة، جرب كده خلال اليوم، شوف أنت أكتر وقت بتقضيه بتبقى سعيد فيه لما بتعمل إيه، وابتدي شوف انت اهتماماتك بايه اكتر، وابتدي اسعى في ان انت تتجه نحو الاهتمامات دي، وهو ده اللي يكون فيه فعلا الشغل بتاعك، لان هو ده اكيد اللي هتحقق بيه النجاح بتاعك. تايم مانجمنت تمام. 60 ثانيه دكتور جمال. عايز اقول لكل واحد واحده، الثانويه العامه ليست نهايه مطاف، دي بدايه كارير. الكارير ده بتاعك انت، انت لو انت شايف حاجه لابنك كويسه اقنعه بيها، مش مقتنع سيبه يروح للي هو عايزه. دي نمره واحد. نمره اتنين، ليس النجاح في دخول كليه، النجاح في الخروج من كليه كويس. صح. العبقريه ليس ان انا ادخل كليه الطب، النجاح ان انا اطلع ناجح من كليه الطب. ليست عبقريه ان انا ادخل الهندسه، النجاح ان انا اطلع من كليه هندسه ناجح، كليه الاعلام ناجح. انا بشوف ناس خريجه اعلام، انا اسف، ما بيشتغلوش في الاعلام، بيدوروا على شغل. ناس خريج الطب ما بيشغلوش اطباء، ناس خريج الهندسه ما بيشغلوش مهندسين. اللي يهمني ليس الدخول ولكن الاقتناع بالكليه اللي هتدخلها، ان انت هتنجح في اي كليه هتدخلها طالما انت بتحبها وهتتقبل الماده العلميه بتاعتها. ياما ناس كانوا معانا في كليه الطب وكانوا مش طايقين الكليه ومتنرفزين ومتعصبين، وفي ناس طلعت 36 سنه و 38 سنه اتخرجوا، وفي ناس الله اكبر 6 سنين امتياز ويطلع ويتعين والنهارده اساتذه زي الفل. ده حابب الكليه فنجح، ده مش حابب الكليه فما كانش بالنسبه له اهتمام نهائي. صح. وبالتالي دمر مستقبله للاسف. انا بشكركم جدا 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 على وجودكم رغم ان الوقت كان قصير. دكتور دعاء سليم نورتينا، الف الف شكر ليكي. دكتور جمال فرويز نورتنا وشرفتنا كمجرة العادة. واحدة واحدة. طيب هختم اهو هختم اهو. انا ليا فعلا واحد قريبي بالظبط كده، دخل كلية الطب علشان والده عايزه يطلع دكتور بأي شكل من الأشكال، ساب الكلية وهو في سنة خمسة، يعني ضيع 5 سنين من عمره، وراح درس بعد كده إدارة أعمال وتجارة ومحاسبة وحاجات زي كده، وبقى رائع عظيم، مدير شاطر خالص. تاني بالراحة على أولادكم. كل شكر مرة تانية لدكتور دعاء سالم رئيس إدارة البرامج والشراكات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة في إدارة الموارد البشرية. كل الشكر مرة تانية لدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، نورتونا وشرفتونا. ولو كلنا العمر بقى احنا إن شاء الله هنقابلكم لسه يوم السبت إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة. سلامات.